أنا فقط الآن يا لارا. من الخير عليك أن تستسلم الآن. لا، مصيري يكون في غرفة الأرواح. لقد وصلت إلى مرحلة هذا ليس مصيري، مقدر لي الأفضل. لم يكن هذا مصيرك قط، أختك جعلتك تصدق ذلك. فعلت كل شيء، كل هذا من أجلها. لا تبتعدي عني هكذا. مهلا ترينيتي، قتل والدك. لا، أنت تكذب. توسل ليعفو عن حياته، وعندما فشل توسل ليتركوك. أنت مخطئ. أصمت، أصمت. فلتمت. رجالك هزموا، أخوك قد مات. لا، هذا ما جلبته ترينيتي، الموت، ولن تجلب سوى ذلك. اتركي هذا الأمر. لقد تخليت عن كل شيء مقابل هذا. لا نية عندي أبداً لمنحه إلى ترينيتي. ماذا عن والدك؟ تحكمين عليه بأن يكون سخرية للتاريخ. كيف يمكنك أن تفعلي هذا بينما أنت بهذا القرب؟ أنا مستعدة لتلك التضحية، لن أسمح لك بأخذه. فكري في الملايين الذين يعانون ويموتون. يمكننا إنقاذهم، يمكننا تغيير العالم معا. الكلفة عالية جدا أنا، ليس مقدرا لنا العيش للأبد. الموت هو جزء من الحياة. يسهل عليك قول ذلك، لست أنت من تحتضرين.
هذا ليس بشأنك فقط، هذا بشأن البشرية، بشأن حماية معنى أن نكون بشريين. إنهم قادمون، نحن محاصرون. جايكوب انتبه. المصدر لن يعرفه العالم. هذه فرصتك لارا، كل ما فعلته أنا، كل ما فعلته أنت. لا داعي لأن يموت شخص آخر من آل كروفت، ولكني مستعدة لهذا. أنا لست كذلك. أرجوك، أنا أحتضر، هذا أملي الوحيد. أنا لا. انتظر. لقد انتظرت أطول من اللازم. كنت تعرف أني سأدمره. في حياتي قابلت القليل من الاستثنائيين أمثالك. إنها تحدث أخيراً. نهايتي. أنا آسفة، كل ما أردته هو أن أحدث فرقا. لقد فعلت. لقد فعلت. عزيزتي لارا، دائماً ما أفكر كيف سيضطرب أبي في قبره إن عرف بالعار الذي سببته لاسم عائلتنا كروفت. ماذا يعني حتى؟ آمل أن تضعي بصمتك على هذا العالم ذات يوم. تذكري أن التميز والاستثناء يكمن فيما نفعله وليس فيما نكون. تدمير المصدر كان الصواب. ما زلت أشعر بأنني خذلته. أعتقد كان سيتخذ نفس القرار. هيا، عليك اللحاق بالطائرة. استمعت لشريطه الأخير آلاف المرات، لكن دائما شعرت أنني أسمع كلمات أبي الآن وكأنها المرة الأولى. لا يهم ما كان سيختار مكاني، علي اختيار خياراتي. أسطورة كتاش كانت حقيقية. هناك أسرار يمكنها أن تغير العالم، علي أن أكتشفها. ليس من أجل أبي، وليس من أجل أي أحد. جماعة ترينيتي لا تزال موجودة، وهي أكثر قوة مما تخيلت. يمكنني منعها، يمكنني إحداث فارق، يمكنني أن أحدث فارقا كبيرا.
أنا. قلت لا داعي لأن يموت فرد آخر من آل كرافت. ماذا عنيت بهذا؟ أنت قتلت أبي، صحيح؟ ترينيتي أمر بإعدامه، لكن أنا لا أستطيع. أنت كاذبة. أحببت. لا. انتهى الأمر. جيد، وماذا عن كرافت؟ لا، ليس بعد. اختار نهائي إلى لارا كرافت، وهي الساكن الحالي. يعتبر هذا اختاراً نهائياً، وذلك بإنهاء ملكيتك الكاملة لضيعة كرافت. أنت مطالبة بالإخلاء الفوري وتسليم حيازة الضيعة
إلى أطلس دي مورني وهو الوصي على الثروة. لارا، من المؤسف أنك أجبرتني على هذا، ولكن فليكن. كما تعرفين عينني والداك كوصي على الثروة في حال غيابهما، وبما أن أمك قد اختفت ولم يتم إعلان وفاتها بشكل رسمي، ونظراً للظروف المحيطة بوفاة والدك، فليس مفاجئاً أنه لم يقدم صياغة رسمية لوصيته الأخيرة وفقاً لهذا الظرف. للأسف ليس لديك حق قانوني في الثروة. أنا على استعداد للتفاوض على راتب شهري من ائتمانك، ولكن بشرط أن تغادري الضيعة في نهاية الأسبوع. لارا، لا تقاوميني في هذا، ما كانت أمك لترغب في ذلك. مع محبتي، أطلس. لابد من وصية أو دليل على ما حدث لأمي في الضيعة في مكان ما. خزينة أبي تحتاج إلى توليفة رقمية، لابد أنها في مكان ما في أوراق أبي، ربما في المكتبة. تاج عيد ميلادي، كنت فخورة جدا بذلك الشيء. كان أبي يفضل أن أذهب إلى هذا شيء غريب. قابلت شكل والدي فريقا جيدا، تحديا بعضهما من البداية. صورة لأبي وآنا. لا أحب ارتداء الفساتين، لكن كان اللون جيدا. هذا غالباً جدي بنجامين. أخيراً قدمت. لابد أن أمي واجهت صعوبة في معارضة رغبات عائلتها. أنا مسرورة أنها فعلت. خريطة أبي للمدن المنسية في شمال سوريا. كان أقرب مما يعرف للعثور على مقبرة القائد. كتاب أبي عن أساطير الخلود قد يفيدني في أبحاثي. قناع يوروبا الخاص بأبي، هدية من صديق قابله في رحلة استكشافية في نيجيريا. أحتاج لتوليفة هذا القفل. هذه الخريطة صنعتها لأولى رحلاتي الاستكشافية مع أبي. توضح الطريق إلى المكتبة عبر ممر الخدم. ربما أستطيع الوصول إلى المكتبة عبر ممر الخدم القديم. قطع أبي الأثرية من وادي النيل. أحببت النظر إلى هذه دائماً. أصبح أبي مهتماً بأساطير الخلود. مظلم للغاية. سأحتاج إلى مصباح يدوي. مرحبا أبي. مرحباً سير لانسلوت. لا تقلق، لن أستعير سيفك هذه المرة. لارا، لقد القاعة الكبرى.
أحببت دائماً اللعب هنا وأنا طفل. ستكون أول ما أصلحه. تمثال العنقاء. لارا، تعرفين أن الجناح الغربي محظور؟ ما تفعلين بالجلوس أرضا يا أنسة لارا؟ أخرى من انظروا إلى البوصلة. أفكر. سأتذكر أن أخذ هذه في رحلتي. أستطيع استكشاف الظلام الآن. عيد هنا. فيما تفكرين لو سمحت بالسؤال؟ فقط بشأن اكتشاف أماكن بعيدة، بشأن البحث عن المغامرة. جاء العرض في الب... مؤكد ستفعلين. تتمتعين بروح المستكشف، ولكن لا تنضجي بأسرع من اللازم. لست واثقة. يجب أن أعرف المزيد عن أسلافي في يوم ما. أميليا وصلت. المكان ينهار. ربما من الأفضل أن أترك هذا المكان لخالي. يقولون إن لا يفاجئني أنه طلب منها الزواج بمجرد تفكيره بهذا. أميليا، لا يزال مخيفا جدا. سيدي المسكين وينستون، أذكر أنني كنت غاضبة للغاية. كان صبوراً جداً معي. الملك إلى الملكة، سأربح هذه المرة وينستون. فتاة، كنت ألعب الشطرنج مع كبير. ولكن يفترض أن تعرف الآن أن الفوز ليس كل شيء. الوزير إلى بيدق الملك ستة. إيش ملك؟ أنا في مفترض. كل شيء جاء. Thank you.
كان أبي يحب النبيذ المعتق. أبي، هذا هو قبو اليأس. صحيح لارا، اجمعي شجاعتك لأن هذا هو الطريق الوحيد إلى مكتبة المعرفة اللانهائية. انظري هناك، أترين الخيط؟ خيط فخ مصري قديم، حراس المعرفة لا يريدون أن نفسد كنوزهم شيء، علينا بالحذر. دعني أتقدم، أعرف كيف أكتشف كل الفخاخ. أعرف هذا يا عزيزتي، تقلقمي. أحد الفخاخ التي صنعها وينستون لي من أجل رحلة عيد ميلاد. أضرار بسبب المياه من القاعة الرئيسية في الأعلى. دمية الدب المحشوة، لا يمكن زيارة مقبرة بلا مومياء. تمثال أنوبس كان هذا من مجموعة أبي المصري. خطط لإضافة الكهرباء إلى الضيعة. كان أبي يقول إن جدته كانت تكره كل الأضواء البراقة. هناك صفحة مفقودة. أميليا، حسنا، لابد أن نسجل أبي في مكان ما هنا. آمل أن أجد توليفة فتح الخزينة. لقد أعددت خريطة صغيرة. يبدو أن خوذة السير ريجينالد قد سقطت، أو ألم أضعها بشكل ملائم؟ الموسيقى مألوفة، إنها جميلة. لقد تقبلت. أستحلفك. حسناً، يجب اكتشاف هذه العناصر لمعرفة توليفة فتح الخزينة. يوجد شيء آخر هنا. هذا رسمي أنا. كنت أحب أن أرسم صور النمور. قضيت عدة ساعات هنا أقرأ، أحلم بمغامراتي الخاصة. ولاعة أبي، لا أذكر أنه استخدمها. شارة عائلة كرافت والأحرف الأولى باء كاف. أتساءل إن
حسنا، يمكنني إشعار الموقد الآن. وصلت إلى. كان أبي يبحث عن الإكسير، هل كان إكسير الحياة؟ أذكر هذا الآن، كل مقاطعة في مصر القديمة كان بها رمز ورقم، كنت دائماً أفضل هذه الرموز. والآن فلنرى فلنرى، هاتان الخرافتان تعودان لنفسي. كان هذا دائماً أحد الكتب المفضلة لدي في هذه المكتبة، كنت أتتبع الكتاب الهيروغليفية. لكن أين رأيت هذه الصورة؟ أبي أعتقد أن هذه هي إحدى ملحوظات وينستون، كان دائماً ما يخبئ الحلوى حتى أعثر عليها. الفصل الخاص بالمقاطعات المصرية. لماذا؟ نعم أنت محقة لارا. أذكر الصفحة مع ضوء رائع. يا إلهي كنت منتبهة جيدا، قد يكون هذا كشفا ضخما. هذه الصورة التقطت في المكتبة 1820 إضافة للقاعة قائمة. هل يعني هذا أنني مساعدتك في البحث؟ بل وأكثر من ذلك يا ابنتي العزيزة. هذا يذكرني، كانت أوقاتاً جيدة، أفضل الأوقات. تعثرت من هذا الشيء القديم وأنا صغيرة، ما زلت أشعر بأثره في كتفي من وقت لآخر. فارغة باستثناء صورة مفتاح. أذكر هذه الخريطة الآن، تقود إلى مفتاح رئيسي، لكننا صنعناها بنوع خاص من الحبر السري، يمكن رؤيته فقط بواسطة حرارة النار. أرى الخريطة، يبدو أن المفتاح مخبأ تحت صندوق بالقرب من خزانة الكتب. علامة إكس تحدد المكان كما يقولون. المفتاح الرئيسي. حسناً، سيفتح هذا أغلب الغرف في القصر بما فيها الجناح الغربي. تاج الفرعون من رحلة اكتشاف كنز عيد ميلادي، كم كان عمري؟ 6 أو 8؟ أعتقد أن هذه الهيروغليفية تتوافق مع رقم. حسناً، دلائل أبي ذكرت لوحات أمي وذكرى زواجهما، آمل أن أجد بعض الأجوبة في الجناح الغربي.
آسفة، أنا أردت فقط أن أرى. لقد مررنا بهذا. لارا، هل كانت غرفة أمي هنا؟ فقط ابقى بعيدا عن هناك عزيزتي. كان أبي متحفزا دائما بشأن الجناح الغربي. شعار عائلتي. الآن السالة. يسهل عليك قول هذا، تفوز دائما، الفارس يقتل الملكة. ما أريد قوله، حاولي التمتع بالرحل يا لارا، لا تندفعي نحو النصر. البيدق إلى الملك سبعة.
أسوأ مما توقعت. بدأت تتخيلين الأشياء. سيدي، مرسم أمي أغلقه بعد وفاتها بفترة قصيرة، لم يلمس لسنوات كما تركته هي بالضبط. لابد أن هناك شيئا في مرسم أمي لم أنتبه له. واجهت انتقام. لابد أن هناك شيئا في مرسم أمي لم أنتبه له. مع رحيلي دائما كنت تتمتعين بما يلزم. هيا دعيني أريك. هكذا أترين؟ أحسنت يا لارا، أحسنت. أتساءل كيف كانت حياتي ستختلف لو ظلت حيا. لا ذكرى لدي لهذا. أتمنى لو أستطيع تذكر القيم بهذا. ماتت أمي صغيرة جدا. أمي معي وأنا طفلة، لم أرى هذه من قبل. لا أصدق أنني كنت صغيرة هكذا. لوحات أمي، ما اللوحة التي كانت مفضلة لدى أبي؟ عدت إلى المنزل بعد كتل حمراء، لوحة أبي المفضلة. ربما ستساعدني تلك اللوحة في اكتشاف التوليفة. وصلت لها. كان هذا من أجل عرض في لندن لأعمال أمي. قد أفعل أي شيء لأرى هذا اليوم. مكتوب هنا أميليا كرافت تخطط لعرض أعمالها في نيويورك. ماذا حدث في ذلك؟ يسعدني أنني أملك أعمالاً كثيرة من أمي. أعتقد أنها بعد كل ما فعله أطلس، كيف تخبرينه بشيء؟ هذه كانت ساعة الجيب الخاصة بأبي. توقفت عند 12. رحلة الاستكشاف. لقد كان أكثر من اللازم احتجت للحديث إلى شخص ما. هذا هو أبي. أعتقد أنه تقليد عائلي، لكن لا أتخيل صناعة واحد لي. أخي. عطر أمي
الرائحة مألوفة جدا، يمكنني تذكرها. أذكر هذا، أعطاه أبي لأمي في عيد ميلادها. حسناً، سأعود للمكتب لفتح تلك الخزينة. خاتم زفاف أمي، تساءلت دائماً عما حدث له. النقش باهت جداً. يملأني الفخ. ربما اكتشف أبي سر الخلود دون أن يدري حتى. لم تكن أميليا لت... على الأقل لا يزال ذلك الشيء القديم يعمل. أمي في يوم زفافها تبدو جميلة للغاية. يوجد تاريخ أكتوبر وشيء ما، تباً الرقم باهت. كانت ذكرى زفافهما في أكتوبر، لكن ما اليوم؟ لا أصدق أنني لا أعرف هذا. لابد أن هناك دليلاً آخر في مكان ما. أبي، بما تحتفظ هنا؟ لا شيء ذو أهمية لارا، مسائل عقارية وما شابه. إن لم تكن مهمة، فلماذا تضعها في خزينة؟ يفترض أن أعرف أنني لا أستطيع محاولة خداعك. يوجد شيء مهم هنا، وهو لك إن احتجت له في يومنا. فلنأمل أن يكون وصل إلي. لا، لم ينجح ذلك. لابد أن الإجابة في الدلائل. أستحلفك. عدت إلى المنزل. لم تكن أميل. تاج الفرعون. أذكر هذا. أذكر هذا. أعطاه أبي لأمي في عيد ميلادها. حسناً،
وجدت كل الدلائل، فلنرى لو يمكنني معرفة هذا. لا، ليس هذا. لا، لم ينجح ذلك. لابد أن الإجابة في الدلائل. أستحلفك أن تحفظ. أذكر هذا الآن. كل مقاطعة في مصر القديمة كان بها رمز ورقم. كنت هذه الخريطة صنعتها لأولى رحلات الاستكشاف. أرى الخريطة. يبدو أن المفتاح مخبأ تحت صندوق بالقرب من خزانة الكتب. فارغة. صورة لأبي وآنا. كنت ألعب الشطرنج مع كبير الخدم وينستون. لم أستطع هزيمته مطلقاً. كنت أختار الأبيض. ربما لو كنت تركته يبدأ باللعب كنت لأفوز. هذا رسمي أنا. تاج عيد ميلادي. كنت فخورة جدا بذلك الشيء. هذا خط يدي. أحد الفخاخ التي صنعها وينستون لي من أجل رحلة عيد ميلادي الاستكشافية. استخدم وينستون شرائط شعري لصناعة هذا. تعب كثيرا وأبي في إعداده.